القناع الكوري يونيك ليد. يونيك سكن بيقدم لكم ماسك علاجي بتقنية الـ LED، 7 ألوان لعلاج مشاكل البشرة، عناية شاملة للبشرة في البيت أو في مراكز التجميل. تجنب ملامسة المنتج للماء. عدد الجلسات ما بين 1 و14 جلسة، وعلى أن لا تتعدى 3 مرات أسبوعياً. ينظف المنتج باستخدام قطعة قماش. قد يترك المنتج علامة خفيفة على البشرة الحساسة، وهذا بسبب وزن القناع. يفضل استخدام المنتج بفترة المساء بعد تنظيف البشرة، لا ننصح بوضع القناع بفترة الحمل. يمنع استخدام المنتج من قبل الأطفال أو أشخاص الذين يعانون من حساسية الضوء. تعرفي على العلاج الضوئي للبشرة من خلال أضواء LED. علاج مبتكر يعالج عديد من الأمراض كالشيخوخة وحب الشباب. لا يقوم بتسخين البشرة أو يسبب أي ألم. متنوع القدرات لعلاج عديد من المشاكل. يعالج التجاعيد والخطوط وغيرها المزيد. خالي 100% من الأشعة فوق البنفسجية. تصميم يسهل الاستعمال بأي وقت من اليوم، ونوصي بشدة أن يتم استعمال الجهاز بوقت المساء بعد التنظيف الشامل للبشرة وقبل وضع أي منتجات على البشرة. نظف البشرة جيداً ثم جففها بلطف باستخدام منشفة. اربط الشريط المطاطي بكلا الجانبين لضبط القياس. ومن الضرورة أن يتم خلع القناع للقيام بباقي الخطوات بشكل سليم. قم بتوصيل كابل الطاقة الأسود بوحدة التحكم وبمقبس للضوء. قم بتوصيل كابل USB بأداة التحكيم في القناع الكوري LED. وبمجرد التوصيل قم بتنشيط اللوحة بالضغط على زر الطاقة، وبثم تشغيل القناع بضغط على زر التشغيل. اضبط الوقت باستخدام أزرار تايم. يشمل العلاج الفعال مدة الجلسة الواحدة 30 دقيقة. اضبط شدة الضوء باستخدام أزرار Energy. اضبط اللون باستخدام أزرار اللون Color. سيؤدي ذلك إلى تغيير اللون القناع. من 7 اختيارات للاختيار ما بين الألوان الأحمر، الأزرق، والأخضر، والبنفسجي، والأصفر، والأزرق المائي، والأبيض. ضع القناع على وجهك وابدأ العلاج الذي تريده. اقرأ المعلومات الخاصة باختيار اللون جيداً واختر الحل المناسب لك. وضع القناع على وجهك لمدة 30 دقيقة بعد اختيار اللون. يتوقف عدد جلسات العلاج عن شدة المشكلة، وبشكل عام يتم تنفيذ ما بين 10 و14 جلسة، على أن لا يزيد عدد الجلسات عن 3 في الأسبوع. تبدأ آثار تظهر على جلسة ثالثة، وبالنسبة لأولئك الذين يسعون على الحفاظ على الآثار الكاملة لعلاج، يوصل استخدام القناع مرة واحدة في الأسبوع بعد الانتهاء من العلاج الأول. الضوء الأزرق الفاتح لاستعادة طاقة وحيوية البشرة، ينشط خلايا البشرة، ويضمن تدفق مثالي لطاقة وعملية الإبياض في البشرة. الضوء الأخضر لعلاج البقع الداكنة، يتحكم في فرط التصبغ في البشرة ويساعد على تجديدها. الضوء الأصفر الإضاءة وشد البشرة، يساعد على علاج تهيج وإحمرار البشرة، ويقوم بتنظيم البشرة الحساسة واستعادة حيويتها. الضوء الأزرق لعلاج حب الشباب، يقوم بالتخلص من البكتيريا المسببة لحب الشباب من جذورها. الضوء الأحمر لعلاج علامات التقدم في العمر، يعمل على محاربة التجاعيد ويوفر النضارة للبشرة. الضوء الأبيض لتجديد خلايا البشرة، يقوم بتجديد خلايا وإعادة تنشيط عملية الأيض في البشرة لتقليل من علامات الشيخوخة. الضوء البنفسجي للتخلص من السموم وعلاج البشرة، يعمل على التخلص من السموم ويقلل من الالتهابات ويحسن استشفاء البشرة وينظم دورتها الدموية. تكنولوجيا حافظها الجمال.